أهلا واضح، أنا خلود عمر. صديقتي ولم نعد، يا ليتك تشرحي. هيا يا دورا فلنذهب. دورا حسنا. دورا والله هي كل حاجة جت يعني ورا بعض شوية شوية. أول حاجة بدأت كانت هي دراسة الموسيقى في الكونسرفاتوار، بعدها بشوية مش كتير خالص جالي، كنت صغيرة جدا يعني، جالي سات كوم، كان أول سات كوم مصري، كان اسمه يا عدوي، كان حاجة وتسعين حلقة، كان كتير قوي. وبعدين عملته، كان بيجي على نهاية الكوميدي زمان قوي، عملت ده. بعد كده شوية شوية بدأت أشوف بقى موضوع الدوبلاج. اول حاجه كان فيلم اب، كنت بترعش من الخوف بجد، كنت مش فاهمه يعني هل انا اصلا يعني اللي انا بعمله ده ايه. بس كان في حاجه وحيده هي اللي فادتني وخدمتني، انه ساعتها كان لسه الدوبلاج كان باللغه العاميه مش باللغه العربيه الفصحى، فده كان بالنسبه لي كطفله سلس اكتر. عارفه بالونتك راحت فين؟ يلا بينا نجيبها. اسمي إلي. دايما كانت مامتي بتوديني انا واخويا، ونفضل قاعدين انا ومامتي مستنيين اخويا وهو بيسجل، فدايما كنت بقعد اتفرج عليه، فكان عندي الى حد ما فكره هما بيعملوا ايه. طبعا ما كنتش اكيد فاهمه قوي، بس كنت بتفرج فشايفه كل حاجه من بعيد، يعني عارفه ان ده مايك، ده هيدفون، في هنا كذا، في هنا كذا، فكنت دايما بشوف وبتفرج عليه كده وهو بيشتغل، ببقى يعني نفسي اجرب هو بيعمل ايه. لحد لما جت فرصه فيلم اب دور ايلي، وكان في كاستنج، ورحت الكاستنج وقابلت. لازم منطاد الريح يتفادى الخطة. امسك نفسك يا منطاد. يو نعم انه هو يا دورا. نعم فيكي، فيكي من تيمي تيرنر. فيكي دي كانت اللي هي المربية الشريرة اللي هي بتتكلم كده، انا دلوقتي هقعد معاكم ليل نهار لحد ما اجمع فلوس تدريبات التمثيل. دي كانت بالنسبة لي عجباني قوي عشان بتخوف الناس، فكنت عاجبني قوي فكرة بقى ان الاطفال كلها بتخاف مني وانا شريرة قوي، فكانت دي بالنسبة لي حاجة. بحب فيكي قوي. جاهزة؟ ودي عاد؟ ودي عاد؟ ومتأكد أن بوبيب معه. قبل أن أقسم أود أن أقول شيئاً. اليوم أردت أن أثبت أنني مستعدة لأكون ملكة أفالور، لكن تعلمت أن هناك الكثير لأتعلمه لأصبح ملكة. قلبي ومفتاحه دول ملك ايديك. تريدين رجل جليل، دعينا نلعب. لم نعد معا نلتقي. الدوبلاج انا بحبه جدا، وهو فعلا الدوبلاج يعني يمكن اصعب بكتير من التمثيل التلفزيوني، لسبب انه التمثيل انت بتبقي قدامك في لوكيشن، في ممثل بتاخدي من ادائه بياخد من ادائك، ففي انفعالات بتحصل، في رياكشنز بناخد من بعض. انما الدوبلاج انت قاعده في اوضه سفنج اربع حيطان، قدامك مايك وخلاص، فانت متطلب منك سواء الفويس اوفر او الدوبلاج ان انت توصلي اللي انت عايزه تعمليه كله ببقك بس وبصوتك، فده يمكن صعب، بس انا حبيت ده جدا جدا. والموضوع كان بالنسبه لي في الاول يعني كنت بجرب، بعدين بقى شغلي دلوقتي. انا عملت حاجات تلفزيون وبستمتع بيها، بس انا اكتر بستمتع بشغل الدوبلاج، لاني بحس ان انا بعمل حاجه بسعد بيها اطفال كتير، وده بالنسبه لي حاجه مهمه لاني بحب الاطفال جدا يعني. انا احبك كثيرا. اوه